شكر كل مشاهدينا، واسيبكم دلوقتي مشاهدينا مع تقرير عن مهرجان روائع للابداع الدولي، واللي كرم عدد من الاعلاميين في دار الاوبرا المصريه، عدد من الاعلاميين والمبدعين في عدد من المجالات الثقافيه والادبيه والفنيه والاعلاميه والعلميه. في إطار مهرجان روائع للإبداع الدولي 2015 الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية، تم تكريم الإعلامية دعاء عامر بجانب عدد كبير من المبدعين في شتى المجالات الثقافية والأدبية والفنية والإعلامية والعلمية، وذلك لدورهم الإبداعي والتنموي في المجتمع العربي. طبعا سعيد جدا ان مجموعه شباب قرروا ان هم يعملوا مهرجان للابداع، سموه روائع، وعرفوا يتواصلوا مع الفنانين بشكل جيد، وعرفوا يخلوهم يصدقوا ان في فعلا مهرجان، ودي اول اطلاله ليهم او اول فعاليات للمهرجان بتاعهم، وكان بالاسلوب الجميل ده وبالنجاح ده. فطبعا بشكرهم وسعيد جدا ان ممكن وجودي ووجود الفنانين والاعلاميين اللي موجودين النهارده والشعراء بيديهم ثقه اكبر، بيخلوهم يامنوا بنفسهم اكتر. فانا سعيد جدا، انا جزء من الايمان ده.